زيادات جديدة تقرها الحكومة الجزائرية للمتقاعدين تخفيفاً للأعباء الناجمة عن التضخم وتدني المقدرة الشرائية. العم سليمان الذي يجلس هنا بساحة البريد المركزي وسط العاصمة بشكل يومي يقول إن إطعام الحمام بات أكثر سهولة من إطعام أهل بيته وإن هذه الزيادات مرحب بها شرط تراجع أسعار السلع والخدمات لإحداث التوازن. المشكل راه هنا يزيد لك او يزيد لك 500000 الف مثلا او 500 ولكن ولكن هذيك ال 500 هذيك هاي السلعه راهي زايده راهي تفوت هذيك ال 500 اللي يعطوها لك باش يزيدوا وينقصوا شويه في السلعه الانسان ينجم ما يقيد يروحوا كيما نقولوا حنايا ولكن يا للاسف القلب يوجع والله غير يوجع القلب الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء بين 10 و15% ستمس جميع فئات المتقاعدين لكنها ستتسبب حسب خبراء الاقتصاد في رفع عجز الصندوق الوطني للتقاعد والذي بلغ السنة الماضية قرابة ثلاثة ملايير دولار كل زيادة في الأجور دائما تكون عامل أساسي في زيادة ما يسمى على الأقل إحداث التوازن فيما يخص القدرة الشرائية وضمان إلى حد ما الحياه الكريمه للمواطن الصندوق الوطني للتقاعد دائما كان من انشغالات مجالس الوزراء والسلطه العليا في البلاد وهو ويتجلى ذلك من خلال بحث الدوله عن كل الامكانيات والاليات والسبل التي يمكن من اخداء من خلالها يعني خلق يعني موارد ماليه اضافيه تدعم الصندوق ويوصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سياسه الدعم الاجتماعي قبل اربعه اشهر من نهايه ولايته الاولى ويتعهد برفع اجور العاملين في قطاعات الصحه والتعليم والوظيف العمومي مستقبلا في اشاره منه الى رغبته في مواصله قياده البلاد حسب متابعين في وقت يرحب فيه متقاعدون باي زيادات في الرواتب تخفف عنهم تكاليف الحياه تقلل اوساط سياسيه وعماليه من اهميه هذه الزياده وتصفها بالحمله الانتخابيه المسبقه لرئاسيه سبتمبر المقبله محمد برغل الحره الجزائر